نتحول الآن مشاهدينا إلى جولة مع مراسلي إكسترا نيوز لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين، لمتابعة انتظام ضخ السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية. تنضم إلينا من أمام أحد المجمعات الاستهلاكية بوسط القاهرة الزميلة جاكلين ماهر. جاكلين برحب بيكي. بداية يعني وزارة التموين كانت نفت وجود أي نقص في السلع الغذائية وفي المجمعات الاستهلاكية، يعني لو تقربين أكثر من المشهد لديك في هذا المجمع الاستهلاكي. ولكن قبل أن أنتقل الكلمة لك، أرحب أيضا بالزميل إبراهيم عزة مراسل إكسترا نيوز من منفذ منتجات وزارة الزراعة. بداية هتكون البداية مع جاكلين. جاكلين برحب بك وإليك الكلمة، تفضلي. نعم ندى، تحياتي لك، كل عام وحضراتكم بألف خير. مشاهدينا الكرام، أتواجد الآن داخل أحد المنافذ التي خصصتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لوجود وضخ عدد كبير من السلع وكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والغذائية والرمضانية أيضا بالتزامن مع حلول الشهر الكريم. هذا المنفذ وهذا المجمع الاستهلاكي واحد من بين 1863 منفذا وسلسلة تجارية ومجمع استهلاكي تم توفير عدد وكمية كبيرة من السلع بمختلف أنواعها، سواء كان سلع أساسية سلع رمضانية. ولكن على كل مزيد من التفاصيل عن هذه الكميات والأسعار التي أيضا تتوفر داخل هذه المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، معي الأستاذ حسن علي مدير هذا الفرع. أستاذ حسن برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا فندم، وحضرتك بألف خير. عايزين نتكلم عن مدى توفر السلع الغذائية والاستهلاكية والرمضانية، من يميش رمضان، من بقوليات، من سلع أساسية، أرز، سكر ومختلف أنواع السلع. بالنسبة للسلع الأساسية متوفرة بكميات عندنا كبيرة جدا، وعندنا مخزون استراتيجي كبير، وحتى حصل فترة الزحام الفترة اللي فاتت، فإحنا بنضخ كميات كبيرة جدا وبنطمن المواطنين إن إحنا عندنا السلع الأساسية بكميات كبيرة، سواء كان رز، سكر، مكرونة، بقوليات، كل حاجة متوفرة بكميات كبيرة جدا. وبالنسبه برضه في سلع اساسيه لحوم، في عندنا لحوم بلدي ب 100 جنيه دلوقتي، وعندنا لحوم برازيلي ب 63 جنيه، ما في منها قطع وفي منها مفروم، في كل احتياجات المواطن موجوده ومتوفره بكميات كبيره جدا. احنا بنطمن الناس ان السلع موجوده وبكميات كبيره. واسماك ودواجن، مختلف انواع السلع متواجده داخل هذا المنفذ ومختلف المنافذ. عندنا كل المنافذ موجود فيها، وكميات وزاره التموين والشركه بتضخ بكميات كبيره جدا نظرا للحاله اللي احنا فيها بتاع فيروس كورونا المستحدث. ففي كميات لحوم كبيره جدا عندنا، لاسماك، فراخ متوفره بكميات كبيره، سعر الفراخ عندنا 37 جنيه، اللحوم برضو زي ما احنا اتكلمنا في اسعارها مخفضه جدا عن بره. أستاذ حسن، لو هنتكلم كيف تتعاملون مع إذا ما كان هناك نقص في أي نوع من أنواع السلع، كيف تتعاملون؟ هل بيتم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أم هناك مخزون استراتيجي لكل مجمع على حدة؟ هو بالنسبة احنا عندنا مخازن الجملة فيها كميات كبيرة جدا من السلع الأساسية والرئيسية متوفرة، مجرد احنا بنخلص سواء في زحام أو مفيش زحام في نفس اليوم بتجينا الحاجة، يعني اي كميات موجوده ومتوفره. مخازن الجمله عندنا فيها مخزون استراتيجي يكفي 3 شهور واكتر من كده. طب اخر سؤال يا فندم اذا سمحت لي، ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي حضراتكم بتتبعوها داخل المنافذ هنا؟ الاجراءات الاحترازيه احنا الاداره منزل لنا منشور ان احنا بنتعامل مع الناس بشكل حضاري، لما يكون في زحام بنخلي عدد من المواطنين بره بشكل حضاري ومنظم، وبندخل جزء ونخلي جزء بره وجزء جوه، بحيث عشان برضه يعني نحافظ على صحه الناس وعلى الصحه العامه وكده. أنا بشكر حضرتك أستاذ حسن علي مدير هذا الفرع بوسط القاهرة، وهذا الفرع هو أحد المجمعات الاستهلاكية التي ضخت الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية والرمضانية داخل مختلف الفروع. يعني كما تظهر الصورة ندى، هذه الحالة حالة هادئة، يعني نظام إجراءات وقائية داخل هذا المنفذ، أيضا توفر الكثير من السلع بأسعار مخفضة تصل من 25 إلى 30%. نعم جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية.